مساء الخير واهلا بيكم مشاهدينا، وكل سنه وحضراتكم طيبين. لما بنتكلم على ان عام 2020 هو عام الصناعه الوطنيه، فاحنا بنتكلم على دور مهم جدا للقطاع الخاص المصري. القطاع الخاص المصري معظم الدراسات والاحصائيات بتقول ان ما يقرب من 1000 شركه في مصر مؤسسات او بزنس عائلي. بما ان هذه المؤسسات وهذه الشركات جزء مهم جدا من الاقتصاد الوطني، احنا طبعا مهمومين بمستقبل هذه الشركات. مستقبل هذه الشركات بنشوفها من الجيل الثاني والثالث، لان زي ما قلت لحضراتكم برضو في بعض الدراسات بتقول ان في حالات كتيرة الجيل الثاني والثالث لو مش مؤهل بالشكل الكافي بيكون خطر على هذه الشركات، وبالتالي بيمثل خطر على اقتصادنا الوطني. مسؤولية وإدارة هذه الشركات مش ملكية خاصة لأصحابها، لأنها جزء أساسي من اقتصاد هذا الوطن اللي كل الحكومة تقريبا بتدعم هذا الاقتصاد. وبالتالي عشان نستفيد كلنا لازم نعرف مين اللي هيقود هذه المؤسسات في المستقبل. احنا النهاردة مع شركة من أهم الشركات وأخطرها في مصر، يمكن نكون كلنا عارفين بافاريا مصر من خلال احتكاكنا وثقافتنا اليومية بالمشاكل اللي ممكن تحصل لا قدر الله في مرحلة الحريق أو الإطفاء أو نظم الأمان بشكل عام. هنلتقي النهاردة بالأستاذ أمير نادر رياض، نائب رئيس مجلس إدارة بافاريا القابضة والعضو المنتدب لشركة سيجما، واللي بيمثل الجيل الثاني لإدارة مصانع وشركات من أهم المصانع والشركات في نظم الإطفاء في مصر وألمانيا. أهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا أستاذ منال. خلينا نقول ان احنا التقينا من 3 سنين تقريبا في هذه الشركة. يمكن يكون المنصب كان مختلف الى حد ما، بس ايه اللي اضافه امير نادر رياض لبافاريا القابضة وبافاريا مصر؟ 3 سنين اللي فاتت كانوا 3 سنين مهمين في حياة الشركة عندنا. أعتقد أن أهم التطورات اللي تمت في الشركة في 3 سنين اللي فاتت كان جزء على المستوى الأفقي وجزء على المستوى الرأسي. لو هنيجي نتكلم على الحاجات اللي كان ليها تأثير اقتصادي ونقدر نقول أنها كانت إضافة للشركة وإضافة للصناعة في مصر، كان على المستوى الأفقي فتح مصنع جديد متخصص في صناعة دواليب الإطفاء والأبواب. واللي بيختلف او اللي بيميز هذا المصنع ان درجه الميكانه الاليه فيه عاليه جدا، وفي اعتماد كبير قوي على استخدام الروبوتكس، ودي تكنولوجيا عاليه ومش رخيصه ومش مألوفه في مصر. بالمصنع دوت احنا نجحنا ان نوصل لمستوى روبوتكس اعلى من الموجود في المانيا عند منافسنا. ده على المستوى الراسي الافقي. على المستوى الرأسي شركة بافاريا عملت شراكة استراتيجيا مهمة جدا مع أحد الشركات الألمانية الرائدة في صناعة سيارات الإطفاء. الشراكة دي تمت في صيف 2019 لإنشاء مصنع. المصنع ده إن شاء الله هيخش الخدمة آخر السنة دي. اللي بيميز المصنع دوت إن سيارات الإطفاء اللي هتنتج فيه هتتصنع بما يسمى production under license، بمعنى ان سيارة الاطفاء اللي هتنتج في هذا المصنع واخدة ماركة، مش زي اللي كان موجود في الماضي عند كتير من الشركات اللي بموجبها بيجيبوا مكونات من مصادر مختلفة وبيعملوا هما المنتج الخاص بتاعهم. فاحنا يبقى عندنا منتج اوروبي بيتصنع في مصر بالماركة الاصلية بتاعته، بيتم او بينتج تحت اشراف من منطلق الجودة كامل من شركائنا الالمان،
وده هيتيح لنا ان احنا ندخل تكنولوجيات مختلفه وتكنولوجي ترانسفير جاي منهم ما كانش متاح قبل كده. دي اول سياره اطفاء بتتم على ارض مصر بهذه التكنولوجيا العاليه. مصر بتصنع سيارات اطفاء من زمان، لكن مش السيارات الاطفاء دي سيارات تجميع. المسؤولية والجودة اللي فيها بتاعت أصحابها، لكن مش ماركة عالمية ماشية على أصول صناعة عالمية. فده المختلف، وده بيدينا أو بيفتح لنا الباب إن ناخد تكنولوجيا عالية إحنا ما طورناهاش، وعشان نطورها محتاجين 20-30 سنة هناخدها جاهزة. لأن السيارة اللي هتنتج باسم الشركة الألمانية بافاريا مصر.